هيا يا رجال يا قلوب الجمال، خفوا ساقيكم مثنية طويلة وقدموا بالواحد، نحب نشوف العينين كالجمر والقلب حجر. ياك صبغت شعرك اصفر من طو وانت قبل ما تخلط، حضر روحك مليح. تباهيش يا ريس، رانا هارمنا من اجل هذه الحرقة التاريخية. انت باين ماضي من عينيك، هيا تعد. يا فانس يا فانس يا فانس يا فانس، اقف. فين ماشي بابا؟ بالك شي جاي تعمل في برونزاج، ترى زيد ثبت في البالانس، بالك شي مكتوب عليه تونسير. لحظة لحظة ساعة، دروي ريتك قبل. إذا أنا أريد أن أقول من موقعي هذا، مع كامل احتراماتي ليك، ما نتصورش ريتني قبل، وأنت باللمسة كرمك الله. نحن حريصين على الغايات السامية والبعيدة والمركزة على استراتيجيات هذه الحركة بمحيطها القريب والبعيد. شنية محيطي هي؟ شبيك حاش يارب حاجة قالوا محيطي هي؟ لأن البحر مش محيط، ظهر فيك تاع في الجغرافيا. سامحني، من هو حريص على هذه الغايات على ما تريدون بكل حرية وعربدة الضوضاء؟ شو حاجي انا نقول... ما قطعتكش، انا ما قطعتكش، انا احترم كل هذه الاحكام. شو بابا كلمتين يا تسكت يا تقطق لك فمك، شنية هذا سنيعة ولا خليق؟ شوف احنا هنا البطالة عاملة فينا والوضع دقيق ودقيق جدا، كانت نجم تبحر بينا للبلد الشقيق لمبادوزا، تماشي ما نلقى بلاصة وزير في ايطاليا. بلاصة وزير؟ هيا الظاهر فيكم بالرسمي كوابلكم محروق، هيا برا افانسي. هيا يا النمري برا فيق لي الموتور وديماري البالانس. اه يا ونيس محلاه البحر. نعم عربدة الضوضاء جاءت بناء على هذه النسمة. زين الحديث معاك ينقص من العمار، خليني سارح في جوي. محرز العقاب في الحدود وما يحرك حتى الحوت. يا رجال في كرش الحوت ولا حارس الحدود. يا مرحبا يا مرحبا، هاو كاينو عنا زوز ما يعرفوش محرز العقاب. لحظة لحظة، محمد الغنوشي واحمد الونيس. أبي برا عاد، لازم نحلم كالعادة راقد في الخدمة. الكل ما كاسكلوتات الكربونات. ليه ليه خلي نعض لساني تراه. اي تشنو تهاني فايق. اباي تهام مزيرو لهنا ذوما الزوز. ليه ليه تقريب لازم يكون جيتو. اهلا محرز ولدي. شوف يجا نفسرلك، اخرجنا نعملو في ترايح مصيد انا والونيس، يا اخي هزنا الكرينتي، عاد هاو من حظنا البارز ان لقيناك انت. نعم ومن عربدة الضوضاء وجدنا انفسنا في مجرى الاحداث، اذا نحن حريصين على العودة بكامل الغايات السامية والبعيدة والمركزة بمحيطها القريب والبعيد. تشنو زي ونيس، حتى خذيت لانتريت وما نحيتش اللغة الخشبية، قالوا عربدة الضوضاء، هذه برك حيرة العلماء. قلنا السلام، تهاو الشباب الكل هنا، شنية فما مس الغنوشي؟ هاو سمعت الحوت في تاليا حاجة لوكس. وهو كذلك. شنية سي محمد، ديما مسخرها وعمرك ما تعطي الصحيح. شوف ودي خبزة، كشف أمرنا وأصبح الوضع دقيق ودقيق جدا. أنا نحب نقول أنه أنا وسي ونيس أرانا في الموقف هذا من جراء الأيادي الخفية. شي باقي أيادي خفية ولغة خشبية؟ هيا دور الفلوكة وارجع وسيب عليك. أخ ميس بوبتان من كرش الحوتة خبزة تي في. خارج ميت عدي الحدود وحانف ما عجز في عود. خارج ميت عدي الحدود وحالف ما عجز في عود. خارج في الليل وبالسرقة وقليبه مليان بالحركة. خارج في الليل وبالسرقة وقليبه مليان بالحركة. لا ودع حد من أصحابه ولا حد بيتحمل
عذابه.